ساعات قليلة جدا بتفصلك بينك وبين نتيجة الثانوية العامة، والأسئلة الكتير اللي بتلف في راسك دلوقتي، ومع كل لحظة مع كل دقيقة السؤال بيكبر في دماغك وبتقول طيب افرض ان انا ما جبتش المجموع اللي في دماغي واللي انا عمال اطمن اهلي بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال تالتة ثانوي وفيديو جديد. ساعات كتيرة هي ساعات كتيرة دي هبدأ بتجربتي الشخصية في الموضوع دوت، وإن أنا تقريبا كنت قبل النتيجة لغاية 3 أيام كده قبل النتيجة كنت بعود نفسي على موضوع الرضا والشكر، وأقول يا رب الحمد لله أنا راضي بأي نتيجة أنت هترزقها لي يا رب، أيا كان أنا عملت إيه في الامتحانات، أيا كان اللي فات بتاعي إيه، أنا بقول الحمد لله النتيجة المجموع بتاعي هيبقى حلو، الحمد لله عليه، هيبقى برضو مش حلو أو مش اللي في دماغي فبرضو هقول الحمد لله عليه، أنا راضي وده نصيبي وده إن شاء الله هيبقى الخير بتاعي، وعاهدت نفسي كده إن أنا هسجد سجدة شكر لله أيا كان المجموع بتاعي إيه، حلو مش حلو بالنسبة لي، اللي كان في دماغي او اللي ما كانش في دماغي، لو 50% لغاية 100% انا ان شاء الله عهدت نفسي على الموضوع دوت وان انا هسجد سجدة شكر ان المجموع بتاعي ده اصلا هو رزق، وان انا اصلا وصلت للمرحلة ديت في السنة، وان انا الحمد لله ربنا ثبتني ودخلت الامتحانات وعافرت وذاكرت واجتهدت وسهرت وتعبت وعملت كل حاجة، فايا كان المجموع ده ايه فانا هسجد سجدة شكر لله ان انا وصلت للمرحلة دي. الحمد لله بالنسبة لي كنت جايب مجموع الحمد لله كان 99.8 في سنة 2016، ربنا كرمني كرم واسع قوي 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 بصراحة انا ما كنتش اتخيله خالص، ولا كنت مستوعب الفرحة ولا الاحساس الكبير جدا اللي كنت حاسه في الوقت دوت، ولا اقدر اوصف لكم الشعور اللي انا كنت حاسه في الوقت دوت، يعني بجد مزيج من الفرحة والحاجات اللي بترن في دماغي والفلاش باكس كده بتاعت السنة كلها والتعب والدروس واللف والمصاريف وكل السلبيات اللي كانت في السنة كده بتتمحي في ثانية الحمد لله. بس الحقيقة وهو ان مش كلنا كده، مش كلنا هناخد الحاجة اللي احنا تمنيناها، ومش كل اللي خد حاجة تمناها برضو هيبقى مبسوط. اليومين دول بجد عايزين نعود نفسنا يا جماعة على الشكر والحمد لله على اي حال واي رزق ربنا رزقهني. انت دلوقتي ربنا رزقك بنصيب ورزق وقدر ليك انت عمرك ما هتعرف تغيره، بس الحاجة اللي انت ممكن تغيرها هو نظرتك للموضوع دوت. انت الحمد لله سجدت سجدة شكر وقلت الحمد لله على الرزق بتاع ربنا دوت. ناس كتير جدا ونماذج كتير جدا وناس انا اعرفها شخصيا مشيوا في طرق هم كانوا فاكرين خلاص دي نهاية العالم بالنسبة لهم ودي الحاجة السوداوية تماما في الحياة، بس لما شكروا ربنا في الوقت دوت وقت النتيجة الحمد لله يعني ربنا كرمهم كرم واسع قوي بعد كده، ومشيوا في طرق هم ما كانوش يتخيلوا ان هم يمشوا في الطرق ديت خالص ولا هو ده اللي كانوا راسمينه في خيالهم، بس الحمد لله على كل حال. وهي دي اهم نقطة، وهي نقطة الشكر والرضا. في قصة تانية برضو بصراحة وهي نقطة التنسيق. التنسيق بصراحة يا جماعة بيبقى خادع جدا جدا، يعني مع بداية النظام الجديد وبقى ناس كتيرة جدا جابت مجاميع مش كويسة، جابت 90% 91 و88 و85 والحاجات ديت، فساعتها قالوا ان احنا مش هنلحق حاجة والتنسيق هيبقى عالي جدا ومش عارف ايه عشان يفلتروا الناس وبتاع، ورغم كده في يعني الدفعة السنة اللي فاتت ب92 و91 وكسور دخلوا طب بشري عادي جدا، فما تخليش تخيلك ان انت مثلا جايب 90% في السنة ديت ان انت خلاص مش هتلحق حاجة، في ناس التنسيق بتاعها ب90% بدخلها طب، وفي ناس في سنين قبل كده كتير جدا ب98% ما لحقوش اي كلية طبية في سنين معينة، ودي انا فاكرها زي امبارح بالظبط. فما تخليش الرقم بتاعك في المجموع يخدعك ويخليك ان انت ما تشكرش ربنا على النعمة اللي انت فيها، لان بجد هي اول لحظة في الموضوع هي اهم لحظة، فلحظات النتيجة ولغاية لما يبدأوا على اعلانات التنسيق والمرحلة الاولى وهكذا مش لازم ان انت تفرح كتير قوي بالمجموع بتاعك، لان هو زي ما قلت لكم ولا ان انت تزعل برضو زعل اوفر، لا انت احمد ربنا على كل حاجة انت وصلت لها. انت لغايه لما نتيجه التنسيق كده تظهر لك والشهاده او ورقه تتكتب فيها تم اختيارك في الكليه الفلانيه، انت لغايه دلوقتي انت على باب الله، انت مالكش اي حاجه لغايه دلوقتي. فحوار التنسيق ده بقى والمراحل بتاعته وتفاصيل كتير عنه ان شاء الله هنعمله في فيديو تاني كده برضو، فتابعوا الموضوع ده. فالمهم زي ما احنا اتكلمنا ان احنا الحمد لله نعود نفسنا على الرضا والشكر لغايه لما ان شاء الله النتيجه دي تظهر، ولغايه برضو بعد النتيجة بفترة لغاية لما التنسيق يظهر وكل حاجة احنا راضيين وشاكرين ربنا على كل حاجة. نتيجة الثانوية العامة يا جماعة والكلام ده يعني
كتلة بحثا، نتيجة الثانوية العامة دي مش نهاية العالم، مش نهاية الاجتهاد والمذاكرة خالص. نتيجة الثانوية العامة والثانوية العامة في حد ذاتها هي بداية لحياتك بعد كده، بداية لحياتك الجامعية بعد كده، بداية لحياتك العملية وشغلك بعد كده. وياما قلت يا جماعة مش معنى ان انت جبت مجموع مش كويس فخلاص كده دي نهايتك، وفي نفس اللحظة على الجانب الاخر مش معنى انت جبت مجموع كويس وحتى دخلت الكلية اللي انت بتحلم بيها ان هي دي النهاية خلاص كده، انت مش هتعمل اي حاجة تاني خالص يا جماعة. هي نقطة بس بتحدد شوية انت ال 10 20 سنة اللي جايين هتعيشهم ازاي يعني. وهنتكلم كتير قوي بقى على الكارير شيفت والطلبة الكتير قوي اللي هي ما بتعدتش بتشتغل في المجال بتاعها. الموضوع ده فعلا خطير ومهم. وهي حاجة برضو مهمة الاهالي يا جماعة، لو حد من الاهالي بيسمع الفيديو دوت فبلاش التقطيم في عيالكم، بلاش ان انتوا تفضلوا تقارنوهم بابن عمك وابن خالتك وبنت مش عارف ايه وصاحبتك وفلانة الكلام ده كله بجد بجد ملوش اي لازمة. لو فضلنا ان احنا مركزين مع الناس والناس بيعملوا ايه والناس جابوا كذا وابن كذا عمل ايه، لا افرحوا بعيالكم وافرحوا بجميع عيالكم باركولهم وهنوهم، لان هو دوت رزقهم وهو دوت نصيبهم في الحياة. التقطيم دوت مش هيرجع لهم حاجة ومش هيكسبهم اي حاجة، بل بالعكس ممكن ان هم اصلا يزدادوا سوءا اكتر بعد كده في الحياة العملية. فلحظات الدعم والفرح والمساندة هي دي العيال بتفتكرها بعد كده في الحياة. ويمكن يكون الموضوع دوت بداية لنقطة جديدة ونقطة بداية لحاجة مهمة، واخدوا حماس من الموضوع دوت للمستقبل بتاعهم ان شاء الله اللي بإذن الله يبقى مبهر ومشرق. ونصيحة برضو يا جماعة، الناس اللي ممكن يكون عندها شوية قدرات في التربية الفنية، في التربية الموسيقية، في التربية الرياضية، في تمريض، الموضوع ده مهم جدا يا جماعة عشان القدرات ديت هتخلص كمان تقريبا 3 ايام قالوا لغاية 3 اغسطس. فبلاش لو حد عنده او شايف نفسه ان هو ممكن يؤدي في الكلية ديت ان هو يفقد الفرصة ديت، لان انت مش هتقدر تقدم على الكلية ديت لو انت ما حققتش القدرات بتاعها وما نجحتش فيها. فدي كان تذكير كده سريع في الاخر عشان موضوع القدرات ده مهم برضو جدا. وفي ناس كتير قوي بتندم بعد كده ان هي ما قدمتش في القدرات وتلاقي ان الكلية جايب المجموع بتاعها. وهسيبكم هنا مع فيديو تعريفي لكلية طب بشري، الكلية بتاعتي الحمد لله اللي انا اتخرجت منها وحاليا في امتياز. لو حد عايز يعرف عنها معلومات اكتر فالفيديو ده مفيد جدا. وبرضو السلسلة نفسها فيها كذا كلية تانية، فحاولوا انكم تسمعوها وان شاء الله الايام الجاية نزود في الموضوع ده اكتر. بس قدمتم مكافحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.